ضيفنا اليوم الموهبة الفنية هاني الخليدي، أهلا وسهلا فيك هاني معنا اليوم. حياك الله. الله يحييك هاني. هاني طبعا أنت عارف أنه مجموعة الأسئلة الأولية بتكون سريعة وخفيفة، بعدين بنرجع نتكلم بشكل أطول. مستعد؟ أيوة مستعد أكيد. نبدأ بسؤال الحلقة المعتاد، وصف نفسك بكلمة. صف نفسي بكلمة صريح جدا. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ إنستغرام. أجمل مكان زرته في حياتك؟ أجمل مكان زرته في حياتك؟ أجمل مكان هو في الهند حالياً، في كشمير. جميل. مكان تتمنى زيارته؟ كوريا. شخص داعم لك؟ الوالد الله يحفظه يخليه لك. مجال دراستك؟ شبكات وبرمجة. طيب الآن احكي لنا عن بداياتك في العزف والغناء. حكايتي أنا بديتها من يوم وأنا صغير، من يوم ما كنت في تعز روضة الأمل، فكنت أطلع على الشاشات ومحافظ، حتى فرحت محافظ تعز طلع وقيمني وكذا. جميل. كانت أيام حلوة يوم وأنا صغير. طيب أول أغنية غنيتها وأول أغنية سجلتها لك وأنا صغير ولا وأنا كبير؟ باللي تحسبه فعلا انت تعتبره اغنية لك. اول اغنية عزفتها وغنيتها اللي هي ما بين بعينك لعبد المجيد عبد الله. ها يعني مش اغنية خاصة بك؟ لا ما هذا في خاصة بي ان شاء الله في المستقبل. ها يعني ضمن مشاريعك. جميل. طب اللون الغنائي اللي تفضله؟ اللون اليمني طبعا، موالات صنعانية والحاجات هذه احبها. جميل. بس اكثر شيء اعزفه على الجيتار وكذا والبيانو اللي هو اللون الخليجي. تمام، طالما تكلمنا على الالوان اللي تفضلها نروح نسمع اغنيه ونرجع لك ان شاء الله. فقلت خبرت الكف على فراقنا، قالت ما ولكنني لما وجدتك راحلا بكيت دمعا حتى بللت به الثرى، مسحت بأطراف البنات مدامعي وصار خطابا أداء جميل. هاني طيب أنت الغناء والعزف بالنسبة لك دراسة ولا موهبة ونميتها بنفسك؟ موهبة من يوم وأنا صغير، الوالد الله يحفظه أهداني وأنا صغير أورج. أيوة. فتعلمت على الأورج ولما جيت هنا الهند عزفت على بيانو. كنت بسألك الآن عزفت على البيانو. أيوة فعلا شفت البيانو نفسه سهل علي. طيب إيش هي الآلات اللي تعزف عليها؟ جيتار وبيانو الى جنبهم. جيتار والبيانو. الجيتار والبيانو. جميل. طيب ليش اخترت الجيتار والبيانو بالتحديد؟ الجيتار والبيانو لانهم يعطي احساس كذا حلو، بالذات الاثنين لما يجتمعوا يكون مود مره حلو. هذه ذائقتك. طيب مؤخرا يستخدم الكثير برامج عوضا عن الالات الموسيقيه، باعتقادك هل تؤدي هذه البرامج الغرض نفسه؟ كيف مؤخرا الكثير يستخدموا برامج بدل الآلات الموسيقية، تعتقد هذه البرامج تؤدي نفس الغرض اللي تؤدي الآلات الموسيقية؟ لا لما يكون الأداء بالآلة الموسيقية نفسها مو برامج يكون ثوب حلو يعني. صورة حلوة يعني. أنت أدرى طبعا. طيب على أي أساس تختار الأغاني اللي تغطيها تعملها كفر؟ عيد السؤال ما سمعت. على أي أساس تختار الأغاني اللي تختارها وتعيد غنائها؟ اللي أعيد غنائها دائما يعني؟ أيوة. إيش الأساس اللي تختاره؟ كيف تختارها؟ أختار الغناء اللي يكون فيه حزن كذا، أميل للحزن أكثر شيء. إيش سر الحزن هذا؟ بس كذا. رغم إنه ما شاء الله من بداية اللقاء وأنت مبتسم ومفرفش.
غريب. ايوه بس لما اسمع اغاني اختار يعني الاغاني اللي اعزفها وانزلها عندي في الانستغرام وكذا اكثر شيء تشوفي حزين. ما جربتش تغني طربي؟ ما قد جربت اغني طربي ما قد. طيب انت تعزف الجيتار الحين؟ انت مشاركاتك موجوده في الانستغرام موجوده في الفيسبوك، هل لديك مشاركات في فعاليات فنيه؟ ايوه قد حضرت حفلات تخرج. جميل. وأماكن عامة هنا في الهند برضو غنيت باللغة الهندية في الإنجليش والعربي كمان. يعني تغني بثلاث لغات؟ ثلاث لغات، الهندي يعني ها شوي الأغاني اللي أحبها أتعلمها. جميل. طيب اللي ما أحبها ما أتعلم. طيب يا هاني أنت درست تدرس شبكات وأنت فنان من صغرك، ليش ما اخترت تخصص متعلق بالفن؟ زي ما قلت لك يوم وأنا صغير يعني احب اغني وكذا بس الشبكات هذه يعني كمان من صغري وانا على الكمبيوتر احب شيء اسمه كمبيوتر عشان كذا اخترت الشبكات. جميل. طيب لو خيروك بعدين لو خيروك مستقبلا بين الفن والشبكات؟ اختيار صعب بس اكيد يعني بختارهم الاثنين ما اقدر اختار شيء واحد. طيب لو ما بقى لكش الا واحد نختار الفن عشان نوصل رسالة للمجتمع. جميل. إيش هي رسالتك للمجتمع اللي توصلها عبر الفن؟ رسالة للمجتمع بحاول إني أصنع أغنية بثلاث لغات. جميل. اللغة الإنجليزية والهندية، أكثر الشعب يعني يتعلمون اللغة الإنجليزية. جميل. طيب أكيد بتكون بلع. طموحك الشخصي هاني بعد 5 سنوات 10 سنوات فين تشوف نفسك؟ شوف شو إن شاء الله أكون يعني صورة جميلة للمجتمع اليمني، هذا أهم شيء، أرفع رأس بلادي. جميل جميل. وإيش بتسمعنا نهاية اللقاء؟ بسمعكم أغنية جتني صدفة، أغنية حلوة حبيت يعني دائما أغنيها. بعزف ولا بدون؟ شايف الجيتار خلفك؟ جيتار. يلا تفضل. أيوة هذا جيتارين هم بس هذا جيتار جتني صدفة انتظرها جتني صدفة انتظرها يا محاسن الصدى أجمل صدوف الليال اللي مرت وعدت شفت السعادة قلبي ساحت عن خطأ رفي قلبي قبل شطورة قبل لا نمشي بشروني بشهور غالي وانا لي والله الشرف يا مميز في حضور في حضور مختلف اعترف اعترف مين يا شبان واغلى من قلبي يا راح خلي قلبي يرتوي بقبلك يجف. الله تسلم لنا يا هاني. طبعا من اجمل الاشياء وافضل الاشياء في حياه الانسان انه يكون عنده شغف. هاني الخليدي الفنان هاني الخليدي اشكرك جزيل الشكر واتمنى لك كل التوفيق.